ايه هي افضل طريقة لغسيل الموتور من الداخل بحيث ان انا اقدر احافظ على التروس، على البلي، على مجرى الزيت، على كل شيء في الموتور من الداخل من التلف والفساد، وفي نفس الوقت الاقي الزيت نازل مهما زاد مدته او احتراقه ينزل في لون فاتح ما يبقاش اسود غامق. تابع معنا الفيديو للنهاية هتعرف افضل طريقة لغسيل الموتور من الداخل. قبل ما نتابع، لو مش مشترك في القناة هتشترك، الزر الاحمر اللي تحت، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، اعجاب وكم تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم محمد سيد. النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نغسل الموتور من جوه. ناس كتير جدا بتسأل، الموتور بتاعي دايما الزيت بينزل اسود، نزلته بعد اسبوع بعد اتنين بعد عشرة هو اسود برضه، اتأخر عليه ما اتأخرش عليه اللون اسود، فتحت اغير ورق دبرياش الاقي الموتور لونه من جوه في، تحس انه في طين لازق عليه، اعمل ايه؟ ومش عايز احل الموتور. طبعا مش لازم عشان اغسل الموتور احل الموتور كامل، بل بالعكس انت ممكن تحل الموتور هتلاقي نفسك مش قادر تغسله، البنزين مش مطلع كل حاجة، حتى لو غسلته بضغط بنزين برضو نفس الموضوع، مش قادر تطلع الوسخ اللي لازق في جسم الموتور في الألومنيا نفسها، فمحتاج تدعك بصنفرة، وطبعا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ الحل ايه؟ الحل بسيط وسهل جدا، كل الموضوع ان هيكلفك حاجة بسيطة قوي، طبعا اقل بكتير من فك الموتور، الا وهو غيار الزيت. ناس كتير جدا قبل ما اقول لك الحل برضه بتقول اغسله ببنزين او سولر، حط فيه بنزين او سولر، ده حصل قدامي واحد قال لي عليها، حط فيه لتر او اتنين بنزين او سولر ودور المكنة 3-4 دقايق بس ونزله. طبعا الحركة ديت اعرف ان الموتور الحمد لله باظ. طبعا اولا وضع البنزين غلط في الموتور، ده وضعه بس، انت تحط البنزين بس كده في الموتور ده غلط، تمام؟ غير ان المفروض وانت حالل الموتور غسيل البلي بالبنزين ودورة الموتور مباشر ده غلط برضو، انت بتغسل بعد كده بتغسل بزيت، لكن بنزين لوحده غلط. خطورة البنزين على الموتور ايه؟ واحدة واحدة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. البنزين مش بيشيل الرواسب او الوسخ بس، بيشيل حتى الزيت والليونة اللي على البلي والتروس وعلى كل حاجة، صح ولا لا؟ تمام. طب انا شلت اي حاجة بتلاقي، نشوف البلي ده شلت الليونة اللي عليه، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى حديد على حديد مع اول لفتين 3-4-10، وطبعا انت عارف نسبة الدوران هنا قد ايه، يعني هقول لك بلية الحدافة دي بلية شعر، تمام؟ يعني بلية حساسة جدا، بلية التروس دي بلية شعر، بلية حساسة جدا. الحدافة بتلف وهي واقفة على الصلانصيه من 2000-2500 لفة في الدقيقة، انت متخليها من 1500-2000 دورة في الدقيقة، يعني سرعة كبيرة جدا. هتقول لي ماشي، طب ما انا حاطط زيت، هقول لك ما هي دورة الزيت عما توصلها هيكون لفت لها 500 لفة، صح ولا لا؟ طيب احتكاك يعني هيعمل معاك خشونة في الموتور بعد كده. هتقول لي طب خلاص انا اقتنعت بكلامك ومش هحط بنزين ومش هحط سولر، اغسله بايه؟ الله يكرمك، واحدة واحدة بالراحة. يقول اتفقنا مش هنحط لا بنزين ولا سولر ولا الكلام الفاضي ده كله، لا انا كل الموضوع ان انا هصفي الزيت، هات اقل زيت في السوق، اقل نوع من انواع الزيت. ولذلك لما تروح لواحد بتاع عربيات تقول له انا عايز اغسل الفتيس الاوتوماتيك، يقول لك ايه؟ يقول لك هات زيت فتيس من اللي هو العادي اللي هو الكيلو ب 30 جنيه ولا ب 25 جنيه ده، حطه ومثلا بدل ما تمشي 10,000 او 5,000 لا خليها 1000 ونزله كده، انت بتعمل ايه؟ بتنظف الدنيا كلها جوه. نفس الموضوع بالظبط هنا، ايه اللي ينظف الكلام ده؟ هتقول لي الضغط، هقول لك الضغط وايه والحراره، صح ولا لا؟ ليه؟ لان ده زيت، مع الحراره وضغط بينزل. اذا انا محتاج منك اقل بنزين في السوق بكام؟ ب
25 جنيه ب 30 جنيه حسب ما المنطقه بتاعتك اللي انت عايزها. هتجيب غيارين ثلاثه تحطهم عندك في البيت. المهم الزيت ما يتغيرش وهو بارد وهو سائع، لا انت بتحط الزيت، دور الموتور، اطلع بيه مشوار اتنين، الموتور يسخن، الموتور وهو سخن، بس طبعا ما ينفعش 3 4 10 دقايق ربع ساعه الموتور سخن خلاص نزل، لا سخنت الموتور وهو واقف السلانسيه دي مش حراره نهائي، ده واحد. اتنين، مش ضغط، الزيت طالع بالراحه وبسهوله وبيسر ونازل ما بيغسلش، لكن سرعه الدوران التروس والحدافه الكورونا بتاعت دبرياش، سرعه الدوران بتعمل ايه؟ بتعمل سرعه في الاحتكاك من الزيت واجزاء الموتور، تمام؟ فبيعمل ضغط اعلى، الضغط العالي الكثافه العاليه ديت مع السرعه مع الكلام ده بيشيل لك ايه؟ الوسخ اللي في كل اجزاء الموتور. كلام جميل. اول ما هترجع بقى مشيت مثلا 20 30 كيلو بالموتور، رجعت البيت افضي؟ لا، لان الزيت مش هينزل كله، هتصبر 10 دقايق الموتور منها يهدى شويه، اتنين الزيت اللي في دوره الزيت ينزل تحت كله، ينزل هنا في بطن الموتور لان الطبه تحت هنا، فالزيت متوزع، انت بقى عايز تلمه كله تحت، هتسيبه العشر دقايق دول، هيكون الموتور هدا، الزيت نزل، افتح طبة الزيت اللي هي تحت، تمام، صفي الزيت للنهاية، اربط طبة بتاعتك، حط غيار زيت، اعمل نفس الحركة، مشوار اتنين تلاتة، خليها مش لازم كله في يوم واحد، لا ده في يوم وده في يوم وده في يوم، يعني مثلا انت بتشتغل اشتغل على ده يوم واشتغل على ده يوم واشتغل ثلاث ايام او كل يوم ويوم، المهم في الاسبوع ثلاث اربع غيارات زيت من اللي هو القليل ده. طبعا هتقول لي طب ما انا ممكن امشي على الزيت، مش هو مثلا الزيت القليل ده بيمشي 500 كيلو امشي عليه 500 كيلو؟ اقول لك لا، ده كده مش هت ايه، مش هتاخد نفس النتيجه اللي انت محتاجها، انت محتاج تخلي الموتور زيرو. انا هقول لك بقى، انت هتحط زيت اخضر هتنزله اسود في نفس اليوم، تخيل تاني يوم اسود، تاني غيار اللون هيفتح سنه، تالت غيار هيفتح شويه، رابع غيار انت هتغسل هتلاقي رابع غيار ده نازل كانك لسه حاطه، طبعا هتستخسره وتقول ايه ارجعه تاني، اقول لك لا، كده بقى اعرف ان الموتور بقى ايه، زيرو من جوه، بلي موتور باجزاء محرك بتروس بكل حاجه بقت ايه، زيرو. تعمل انت بقى الغي بقى الزيت بتاعك ده، حط الزيت اللي انت ماشي عليه اللي هو ايه النظيف، الحاجة العالية اللي انت شغال بيها هتشتغل بيه، خلاص بقى انتهى الموضوع، بس بنفس الوقت عشان الموتور ما يرجعش لسواده والطين اللي جواه، تحافظ على مدة ولزوجة ونظافة غيار الزيت. الزيت لازم التلاتة دول، واحدة من دول فلسعت منك اعرف ان انت هترجع لنفس النتيجة اللي انت شايفها دي. اتفقنا؟ ده كان حاجة موجزة كده، معلش أنا آسف، يعني إيه يعني عشان بس إيه المعلومة توصل مظبوطة، بس صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان كل حاجة عن غسيل الموتور، ولكن ابعد عن البنزين والزيت والسولر بالله عليك، لأن الكلام ده هيدمر لك الموتور، مفيش حاجة اسمها موتور يدور حتى على الفاضي، مش هقول لك بقى ببنزين اللي هو أصلا بيشيل الزيت اللي فيه والليونة، لا حتى على الفاضي ما ينفعش. فأنت حاول سيبك من موضوع البنزين والزيت والكلام ده والهواء والحاجات ملوش تأثير، جربنا كل حاجة الحمد لله، أنا بدي لك الزبد كده بعد التجارب كلها، دي أفضل طريقة تغسل بيها الموتور. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تنزل تشترك في القناة، إعجاب، كام تعليق كده، تذكرني وتذكر إخواتك بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.